جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والسؤال شيخ صالح من هذا المجتمع عن الابن والوالد، وعما إذا كان الأب يرتكب معصية من المعاصي، سواء كانت تلك المعصية كبيرة أو صغيرة، كيف تكون علاقة الأبناء بأبيهم والحال ما ذكر، وما هو الحد الذي يجوز للأبناء أن يقاطعوا أباهم فيه بسبب ارتكابه لنوع من المعاصي؟ على الولد المناصحة لوالده وأمره بطاعة الله ودعوته إلى التوبة، هذا واجب على المسلم للمسلمين عموما، فكيف بالوالد؟ قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بدعوة أبيه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهذا من حق الوالد على ولده إذا رآه على خطأ أو مخالفة لأمر الله أن يرشده إلى طريق الصواب، وأن ينصحه للتوبة، لأن هذا من صالح الوالد. أما إذا أصر، فإن كانت هذه المعصية دون الشرك ودون الكفر، فإنها لا تثبت حق الوالد، وطاعة الوالد بالمعروف، لكن مع المناصحة والاستمرار في المناصحة والموعظة. أما إذا وصل الأمر إلى الكفر والشرك بالله عز وجل، فإن على الولد أن يبغض والده ولا يحبه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فيبغضه لمعصيته ولأنه عدو لله، كما تبرأ إبراهيم من أبيه لما تبين له أنه عدو لله، لكن يحسن إليه بمعاملته الدنيوية والإنفاق عليه ودعوته إلى الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. فيحسن إلى والده وإن كان كافرا، لكن مع بغضه في القلب. وهذا الإحسان إنما هو من باب المكافأة للوالد على ما قام به نحو الولد من تربيته وعوله يوم أن كان صغيرا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن ارتكاب معصية من المعاصي دون الشرك لا يجيز للأبناء أن يقاطعوا بسببها أباهم كفالة. نعم جزاكم الله خيرا، لكن مع المناصحة. لكن مع المناصحة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.